السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض بورنيطة او شابو لطفلة. الدايرة اللي هنبدأ عليها شغل البورنيطة اشتغلناها في فيديو منفصل على القناة، هنشتغلها مع بعض مرة تانية لكن بطريقة اسرع شوية عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل. معايا الخيط اللي هشتغل بيه البورنيطة، انا هشتغلها بخيوط مكرمية قطن بيور. الخيط جايباه من جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف وكمان هتلاقوه في اول تعليق. ممكن تشتغلي باي خيوط متوفرة عندك، مكرمية قطن، ممكن تشغليها بإليز كوتون جولد، خيوط باريس، ممكن تشغليها على فتلة او على فتلتين حسب طبعا المقاس اللي انت بتشتغليه. لو انت هتشتغلي مقاس كبير وهتشتغلي بخيوط قطن ملابس هتشتغلي على فتلتين، لو انت هتشتغلي مقاس صغير ممكن تشتغلي على فتلة واحدة بمقاس ابرة صغير عشان الغرز تكون مشدودة. معايا كمان مقاس ابرة مناسب للمشروع اللي انا بشتغله، انا هشتغل بابرة مقاس 4. اشتغلي طبعا بمقاس الابرة المناسب للخيط بتاعك والشدة ايديكي، وكمان اللي بيحدد مقاس الابرة المشروع اللي انت بتشتغليه. معايا طرف الخيط، واول حاجة هعمل الدايرة السحرية. البنات اللي مش بتعرف تشتغل الدايرة السحرية ممكن تشتغلي 4 أو 5 سلاسل وتقفليهم على بعض بمنزلقة، اهم حاجة تكوني الدايرة اللي انت هتشتغلي جواها. انا لفيت الخيط مرتين على صباعي، هدخل جوه الدايرة وهقفل بسلسلة كده، الدايرة اتكونت معايا. هرتفع كمان سلسلة كده، بدأت بسلسلتين ودول الارتفاع بتاع غرزة العمود بلفة، مش هحسبهم من العدد بتاعي، مجرد ارتفاع. جنب الارتفاع هشتغل 15 عمود بلفة، العمود الثالث، العمود الرابع، وهكمل لحد 15 عمود بلفة. اشتغلت جوه الدايرة 15 عمود بلفة، هقفل في اول عمود في اول حرف V، هقفل السطر بمنزلقة كده. السطر الاول قفل معايا، هلم الدايرة هقفلها كده على بعض، شد الخيط بتاعها، وبعد كده الخيط ده بيتنضف طبعا وبيتأمن علشان الدايرة ما تفكش. وانا شغالة الخيط ده ممكن يريح شوية والدايرة توسع شوية لحد ما أمنها بإبرة التنظيف. هرتفع 2 سلسلة، بداية السطر الثاني هلف الخيط، هسيب طبعا الارتفاع وهاجي في اول عمود هشتغل وعمود امامي، يعني هاجي من جنب العمود كده ارفعه واشتغل اول عمود امامي، بعدين جنب العمود هشتغل عمود تاني. هنا ده التزايد بتاعي، السطر الاول كان 15 عمود، السطر اللي احنا شغالين فيه اللي هو السطر التاني هيقفل معايا على 30 غرزة، لان انا هشتغل كل الاعمدة بتاعت الدايرة امامية كده وجنبها عمود عادي. جنبها بقى فين؟ هنا في الفراغ ده، مش في عمود ومش في حرف ال في. يعني بصوا العمود اهو اللي عليه الدور امامي، العمود اللي جنبه، باجي بين العمودين كده بدخل في النص كده وبشتغل العمود التاني، فكل عمود هيطلع مكانه 2 عمود. ده السطر التاني هكمله وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر التاني، قفل معايا على 30 غرزة، هقفل في اول غرزة بمنزلقة وهرتفع 2 سلسلة وهبدأ السطر التالت. السطر التالت هيكون تكرار للسطر التاني، كل سطر تزايد بشتغله بشتغل السطر اللي بعده تكرار ليه. اول عمود هيكون امامي وده ثابت معايا لنهاية الدايرة، لنهاية البورنيطة كلها في نفس المكان وبنفس الطريقة، هاجي جنب العمود الامامي وهشتغل العمود التاني. هسيب العمود ده اللي انا كنت شغلاه تزايد وهروح للعمود الامامي اللي بعده، هشتغله امامي وجنبه العمود هنا في الفراغ كده. هسيب العمود ده، ما بشتغلش في الاعمدة خالص، انا بشتغل في الفراغ اللي جنب الاعمدة الامامية، عمود امامي وجنبه عمود عادي في الفراغ، مش شغالة في حرف الفي هنا، لا هنا كده في المكان ده عمود عادي. تمام، ده السطر الثالث وهيكون تكرار للسطر الثاني وهيقفل معايا على 30 غرزة، هكمله وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر الثالث وقفل معايا برضو على 30 غرزة زي السطر اللي قبله، لانه تكرار للسطر اللي قبله.
خلاص كده بصوا بالشكل. هنقفل في اول غرزة بمنزلقة، هرتفع 2 سلسلة، الف الخيط واول عمود هشتغل عمود امامي. هنبدأ كده السطر الرابع مع بعض، والسطر الرابع زي ما قلنا بنشتغل سطر تزايد وسطر بنكرره، فاحنا كررنا السطرين اللي قبل كده، السطر التالت كان تكرار للسطر التاني، فالسطر الرابع هنشتغل فيه تزايد، يعني العمود ده اللي هو العمود العادي هيكون معايا في السطر ده عمودين في نفس المكان، لكن العمود الامامي ثابت معايا لنهاية البرنيطة. تمام، عمود امامي جنبه بدل العمود ده، هاجي هنا في الفراغ اللي جنبه وهشتغل 2 عمود لفة، 1 2، هسيب العمود ده وهروح للعمود الامامي هشتغل امامي فوقيه وجنبه في الفراغ ده هنا هشتغل 2 عمود. ده التزايد بتاعي في السطر ده. السطر الرابع هيقفل معايا على 45 غرزة، هسيب العمود ده وهروح هنا شايفين العمود الامامي هشتغل فوقيه عمود امامي وجنبه هنا في الفراغ 2 عمود بلف، 1 2. السطر الرابع هكمله وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر الرابع، الشكل وصل لكده، كده معايا 45 غرزة في الدايرة. هنقفل السطر بمنزلقة، هرتفع 2 سلسلة، هكرر السطر الرابع، يعني السطر الخامس هيكون تكرار للسطر الرابع، زي ما قلنا بنشتغل سطر التزايد وبعدين بنكرره. عمود امامي وجنبه كده بسيب العمودين دول وباجي هنا في المكان اللي جنبه ده بشتغل المجموعة بتاعتي اللي بتكون من 2 عمود بلفة في نفس المكان، بلف كده بسيب العمودين وبروح للعمود الامامي بشتغل فوقيه عمود امامي وباجي جنبه وبشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. بسيب العمودين واروح للعمود الامامي بشتغل عمود امامي وجنبه، بصوا جنبه فين، هنا كده بشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان، بصوا عمود امامي وجنبه عمودين، عمود امامي وجنبه عمودين، عمود امامي، وهكذا. ده السطر الخامس هكمله وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر الخامس وقفل معايا برضو على 45 غرزة زي السطر اللي قبله. خلاص انا هكمل السطر السادس والسابع وهكذا لحد ما اوصل بمقاس قطر الدايرة للمقاس بتاع السن اللي انا شغلاله البرنيطة. انا بشتغل البرنيطة لسن حوالي 9 شهور لحد سنة، يعني محتاجة القطر يوصل لمقاس معين حسب الجدول اللي هيظهر قدامكم. طبعا انت اشتغلي المقاس المناسب ليكي وكملي في التزايد لحد ما توصلي للمقاس المناسب. انا هحط لكم جدول المقاسات بتاع الطواقي على جنب علشان تشتغلوا من خلاله، بيظبط في اغلب الاوقات، في اوقات كتير جدا المقاس ده بيظبط معايا، ولكن طبعا افضل ان الشخص اللي انت شغاله له البورنيطة او الايس كاب يكون موجود قدامك، بيكون افضل بكتير جدا، لكن لو الشخص مش موجود خلاص بتشتغلي من الجدول اللي قدامك. تمام، خلاص ده السطر الخامس، احنا مكملين مع بعض ونشوف التزايد في السطر السادس. خلاص ده السطر الخامس، انا هقفله بمنزلقة، هرتفع 2 سلسلة وهبدأ شغل السطر السادس. السطر الخامس كان تكرار للسطر الرابع، يبقى السطر رقم 6 هيكون في تزايد، يعني هشتغل العمود الامامي زي ما هو ثابت معايا زي ما قلنا، عمود امامي جنب العمود الامامي، هنا كان في 2 عمود عاديين بلفة، لا هنا التزايد بتاعي هيكون في عدد المجموعات. التزايد عموما في الدايرة دي بيكون في عدد المجموعات بس، ملكيش دعوة بالأعمدة الأمامية. فهاجي العمودين دول هيكونوا معايا في السطر ده 3 أعمدة في نفس المكان طبعا، اللي هو بعد العمود الأمامي، عمود 2 3 وبعدين عمود أمامي. بصوا أنا سبت العمودين دول أهم، بروح للعمود الأمامي على طول بشتغل فوقيه عمود أمامي وبعدين جنبه 3 أعمدة في الفراغ اللي جنب العمود ده، مش في غرزة معينة، في الفراغ نفسه
العمود الثاني، العمود الثالث. بصوا بالشكل ده، عمود امامي وجنبه 3 اعمده، عمود امامي وجنبه 3 اعمده. السطر السادس هيقفل معايا على 60 غرزه بالظبط. هكمل السطر بنفس الطريقه وهرجع لكم. وصلت لنهايه السطر السادس. بصوا الدايره بدات تفرد معايا وشكلها يكون اوضح. خلاص ده السطر السادس، هنقفله مع بعض وهنشوف طبعا المقاس وصل معايا لكام سنتي. خلاص قفلنا بمنزلقه، هنقيس بقى ونشوف المقاس. يعني داخله على كده، داخله على يعني 13 سنتي وشويه. خلاص هنشتغل سطر كمان. وعموما السطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر اللي قبله، يعني السطر السابع هيكون تكرار للسطر السادس. هرتفع 2 سلسله، هشتغل العمود الامامي وبنفس الطريقه. خلاص هنا مفيش تزايد، السطر ده بيكون تكرار. جنب العمود الامامي هشتغل 3 عمود بلفه، 1 2 3، وهكرر السطر اللي انا اشتغلته اللي هو السطر السادس، هنكرره وهنرجع نشوف المقاس وصل لكام سنتي. وصلت لنهايه السطر السابع، هنشوف المقاس وصل لكام سنتي. 15 سنتي بالظبط، وده المقاس اللي انا محتاجاه للسن اللي انا شغاله له البرنيطه. خلاص كده هنوقف تزايد. مجرد ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه بالسنتي خلاص بتوقفي تزايد. السطر اللي انت عنده تزايد او سطر تكرار، ايا كان السطر اللي انت واقفه عنده، خلاص بتوقفي تزايد وبتبداي ان انت تشتغلي نفس العدد بالظبط. كل السطور اللي جايه بقى هنشتغلها نفس العدد. هنقفل السطر، السطر اللي انا كنت واقفه عنده اللي هو السطر السابع، ده سطر تكرار، يعني كنت واقفه عند 3 غرز، المجموعه بتاعتي 3، هكمل بيها 3 او ارتفاع 2 سلسله. العمود الامامي، وبعدين جنب العمود الامامي هشتغل 3. مجرد ما بتوقفي تزايد خلاص، خصوصا لو كان ده سطر تكرار وبتشتغلي السطر التالت نفس العدد، الدايره بتلم منك. خلاص اللي بعده امامي، وبعدين هنا في المكان ده اللي جنب العمود الامامي بشتغل 3 عمود بلفة، وهكذا بفضل اشتغل بنفس الطريقة زي ما قلت لكم لحد ما بوصل للمقاس التاني اللي هو طول الايس كاب او طول البرنيطة. الدايرة بتلم مني، هي مجرد غرزتين وبدأت شوية تلم. تمام، انا هشتغل بالسطور بنفس العدد بتاع الغرز. العمود الامامي ثابت معايا، هكمل لحد ما اوصل للطول المناسب وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت بارتفاع البرنيطة لطول مناسب. بصوا الشغل من غير تزايد بيخليها تلم بسهولة، بس نخلي بالنا واحنا شغالين من غير تزايد ان هي ما بتلمش بعد اول سطر، ممكن تشتغلي سطرين او 3 كمان على ما تبدأ تلم. بصوا ده شكلها. دلوقتي هنشتغل الجزء اللي بيكون بارز من البرنيطة اللي هو جزء التزايد التاني. خلاص كده كل ده شغالاه من غير تزايد، المنطقة دي كلها شغالة من غير تزايد بنفس مقاس الإبرة. هرتفع 2 سلسلة، وأول عمود ثابت معايا عمود أمامي. التزايد بتاعي هيكون في عدد الأعمدة بتاع المجموعات اللي هو بين كل عمود أمامي واللي بعده. النص هنا انا كنت موقفة التزايد عند 3 اعمدة، هنبدأ ان احنا نزودهم وهشتغل في المكان ده 4. هلف الخيط وهيجي بين العمود الامامي والعمود العادي اللي بعده في المكان ده، هشتغل 4 عمود في نفس المكان ورا بعض. 1 2 3 4. بعد كده هروح للعمود الامامي اللي بعده، بسيب الاعمدة خالص ما بشتغلش فيها، وبروح للعمود الامامي بشتغل فوقيه عمود امامي، وبعدين في الفراغ بشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3
تلاتة أربعة. بصوا بالشكل ده. كمان مرة عمود أمامي، وبعدين في الفراغ هنا اللي بين العمود والعمود اللي بعده بشتغل أربع أعمدة ورا بعض في نفس المكان. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. تمام، بصوا الشكل بقى عامل ازاي. هكمل السطر التزايد أربع أعمدة وهقفله، وهشتغل سطر كمان تزايد بأربع أعمدة، وهنرجع نشتغل تزايد جديد مع بعض. اشتغلت من التزايد الأربع أعمدة ثلاث سطور، سطر، اتنين، تلاتة. طالما لقيتها مفرودة معايا بكمل سطر كمان. انا كنت ناوية اشتغل سطرين، لكن لقيت ان الحرف بتاع البرنيطة لسه مفرود معايا، فاشتغلت سطر كمان. كده ثلاث سطور اشتغلت في كل مجموعة اربع اعمدة. خلاص هنرجع نشتغل تزايد تاني، لانه بصوا بدأت تلم حاجة بسيطة في السطر التالت. هنشتغل تزايد مرة تانية، ارتفاع اتنين سلسلة، العمود الامامي في البداية، فوقيه عمود امامي زيه، وبعدين هاجي هنا. بصوا هنا اربع اعمدة اهو. هاجي في الفراغ اللي بين العمود الامامي واللي بعده هشتغل مجموعة بتتكون من خمسة عمود بلف، يعني هشتغل في كل مجموعة عمود تزايد. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. لما نلاقي الأعمدة كده اللي في الآخر دي بدأت تيجي على المجموعة، نجيبها كده بإيدينا ونضيق العمود شوية. بصوا هنا خمس أعمدة في نفس المكان. خلاص بسيب الأربع أعمدة دول وبروح على العمود الأمامي، بشتغل عمود أمامي، وبعدين في الفراغ بشتغل خمسة عمود بلفة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. بضمهم كده على بعض. ده التزايد للمرة التانية. أنا هكمل السطر التزايد المرة دي، هشتغل سطرين. الأربعة الاربع اعمدة اشتغلت ثلاث سطور، الخمس اعمدة هشتغل سطرين اتنين، وبعدين هشتغل سطر واحد ست اعمدة، وهنرجع نشوف الطول وصل لايه. محتاج ان احنا نزود تزايد مرة تانية ولا هنكتفي والشكل هيكون مظبوط؟ تمام، فانا هشتغل سطرين بتزايد خمس اعمدة، وسطر كمان بعديه بتزايد ست اعمدة، وهرجع لكم مرة تانية. وصلت لنهاية سطر التزايد التاني الخمس اعمدة. المجموعة بتتكون معايا من خمسة عمود بلفة. السطر اللي بعد كده هرتفع اتنين سلسلة، والعمود الامامي هشتغل فوقيه عمود امامي، وفي نفس المكان اللي انا متعودة اشتغل فيه هزود التزايد بتاعي، وهيكون عدد الاعمدة في المجموعة ست عمود. هاجي هنا بين العمود واللي بعده في الفراغ اللي في النص ده، وهشتغل ست عمود بلفة في نفس المكان. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. تمام، وبعد كده العمود الامامي والمجموعة هتكون ست اعمدة وهكذا. تمام، هتفضلي تزودي بقى بالشكل ده لحد ما توصلي بطول الجزء ده للمقاس اللي انت محتاجاه. عايزه طويل قوي بتفضلي تزودي في عدد الاعمده. اشتغلت التزايد وصلت لحد سبع اعمده في المجموعه. بصوا الشكل بقى ازاي، اهي لما بتتفرد اهي بتكون بالشكل ده، شايفين كده. خلاص الخطوه اللي جايه هدخل لون تاني مع اللون الاساسي ده، برضو مكرمية قطن لون مختلف.
هشتغل غرز الحشو ودوران الحرف كله هاجي من نفس المكان اللي انا قفلت فيه قبله او بعده مش تفرق كده. مثلا الغرزة اللي قبله على طول هعمل عقدة البداية وهسحب الخيط كده، وهاخد طبعا معايا الخيوط الزيادة وانا شغالة كده، واول سلسلة، وبعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل حشو. مش هشد ايدي خالص وانا شغالة الحشو ده علشان البرنيطة ما تلمش لفوق او لتحت. تمام، العمود اللي بعده حشو واللي بعده حشو، كل حرف فيه هيقابلني، كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. تمام، كمان هركب الورد ده، انا عاملاه من نفس الخيط اللون التاني الاوف وايت ده، انا عاملة منه الورد، ثلاث وردات. ممكن تركبي فيونكة لو عندك، تركبي ورد، ممكن تسيبيها وتكتفي بالحرف ده، مفيش اي مشكلة خالص. وهنرجع نشوف الشكل النهائي ونقول كل التفاصيل الخاصة بيها. اشتغلت على اطراف البرنيطة بغرزة الحشو وركبت الوردات دي، ركبت في النص زراير عشان اثبت منها الوردات، ممكن طبعا تثبتيها كمان من البتلات بتاعتها. بصوا ده شكل البرنيطة وشكل الغرزة من قريب. غرزة الحشو بصوا ادت شكل جمالي للبرنيطة. اشتغلتها حسب مقاسات الجدول من سن سنة لثلاث سنين تقريبا. اخدت من خيط المكرمية القطن، اخدت بالظبط 220 جرام بالورد بالحرف من اللونين، يعني اخدت 220 جرام من خيط المكرمية القطن. بصوا جميلة ازاي، بصوا ده شكل الغرزة والوردات وشكل الدايرة من فوق. طبعا الدايرة ممكن تتلم اكتر من كده، انا لسه ما نضفتش الخيط بتاعها، لو شديتي جامد كده ممكن تتلم معاكي اكتر، كل ما تشدي الخيط تتلم. انا لسه هنضف الخيط اللي في الداخل ده اهي. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم وان الشرح يكون سهل بالنسبة لكم. هستنى رأيكم في التعليقات، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.